صالح جوجيل رئيسا لمجلس الأمة بالأغلبية المطلقة بعد جلسة علنية عامة أفضت إلى تزكيته من طرف 126 عضوا. عن قريب نديروا جلسة عامة ونناقش فيها أشياء كثيرة، وهذه الجلسة هذه تكون مغلوقة، ونتكلم مع بعضنا بكل صراحة، ونتكلم على المهام نتاعنا في المستقبل والدور نتاعنا أولا كمجلس وثانيا كأفراد. جوجيل الذي ترأس منذ أفريل 2019 المجلس بالنيابة خلفا لعبد القادر بن صالح، وبعد تزكيته سيتم العهدة الحالية التي ستنتهي مع بداية العام المقبل. الفترة السابقة خلال ترأس السيد صالح جوجيل للمجلس بالنيابة، المجلس عرف استقرار وعرف فاعلية وفعالية في النشاط، والمجلس قام بالكثير من الأشياء التي تحسب له وليس عليه. ارتأينا ككتلة أنه نزكيو عمي صالح لمدة 10 أشهر هذه الباقية في انتظار التجديد النصفي، في انتظار تجديد المجلس الشعبي الوطني وتكون حكومة جديدة، في انتظار التجديد النصفي المجلس الأمة نهاية ديسمبر، ورئيس الجمهورية عنده أعضاء ثاني راح يديرهم 24 عضو في جونفي القادم. إذا لمدة 10 أشهر يكمل المهمة نتاعو كرئيس مجلس كامل الصلاحيات. بعد حل المجلس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية والتعديل الحكومي الجزئي، ها هو مجلس الأمة يختار رئيسا له في انتظار قادم الخطوات وعلى رأسها التشريعيات.